بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ابنائي الطلبة والطالبات اهلا وسهلا بكم في درس على الهواء لمادة الفيزياء اليوم ان شاء الله تعالى سيكون ختام هذه السلسلة اللي هي سلسلة درس على الهواء في الحلقة الاخيرة ان شاء الله تعالى اليوم ان شاء الله تعالى باذن الله تعالى سنعمل مراجعة نهائية لمادة الفيزياء لهذه السنة الدراسية، أتمنى من الجميع الاستفادة والاستعداد الأمثل للامتحانات النهائية إن شاء الله تعالى خلال الأسبوع القادم. فلنبدأ بسم الله وعلى بركة الله. طبعا مثل ما تلاحظوا معي هنا في في الشاشة عندنا محتوى الامتحان النهائي لمادة الفيزياء للصف التاسع طبعا عندنا مجموعة من الوحدات الداخلة في الامتحان النهائي مثل ما نلاحظ الوحدة الثانية والوحدة الثالثة والرابعة والخامسة والوحدة الثامنة من مقرر الفصل الدراسي الاول إضافة إلى الوحدة الثانية عشر والرابعة عشر والخامسة عشر والوحدة السادسة عشر من الفصل الدراسي الثاني. إن شاء الله تعالى اليوم نحاول نغطي أكبر قدر ممكن من المادة الدراسية هذه ونحقق جميعا أقصى استفادة ممكنة من خلال درسنا لهذا اليوم. طبعا نبدا بالوحدة الثانية وسنتعرف في هذه الوحدة الثانية إلى مجموعة من الدروس والمفاهيم الأساسية اللي أخذناها سابقا من ضمنها فهم السرعة والتمثيل البياني لمنحنى السرعة اللي هو المسافة والزمن وكذلك كيفية حساب كل من السرعة والتسارع وفهم موضوع التسارع إن شاء الله تعالى. طبعا في الوحده الثانيه في دروسنا السابقه عرفنا تعرفنا على مجموعه من المصطلحات العلميه المهمه في هذه الوحده ولعل ابرزها مفهوم السرعه ومفهوم التسارع طبعا الكل يعرف مفهوم السرعه يعني هو الحركه مهما كانت هذه الحركه نوعيتها كانت بطيئه او سريعه المهم ان الجسم يتحرك ان الجسم يقطع مسافه معينه خلال زمن معين الجسم الذي يقطع المسافه خلال زمن معين هذا نسميها بمفهوم ايش السرعه والسرعه في الفيزياء يرمز لها بالرمز في لانه لكل وح... يعني كميه فيزيائيه هناك رمز ووحده فوحده سر... فرمز السرعه هو V التسارع ماذا نقصد بكلمه تسارع خلاص نحن عرفنا السرعه انه حركه التسارع ماذا يعني نعني بالتسارع هو تغير هذه الحركه سواء كانت بالزياده او النقصان معدل تغير السرعه خلال وحده الزمن إذا هو هذا تعريف التسارع يقصد بمعدل التغير في السرعة المتجهة لجسم ما خلال وحدة الزمن كذلك من ضمن المعادلات المهمة في موضوع السرعة أن نعرف أن السرعة تساوي المسافة على الزمن المسافة التي يقطعها الجسم خلال زمن معين وتعطى باستخدام الرموز V اللي هي السرعة تساوي D اللي هي المسافة على T إذا من هنا أصبح عندي الرموز ما هي وحدة السرعة؟ وحدة السرعة من يشاركني في الإجابة؟ نتذكر مع بعض وحدة السرعة. وحدة السرعة، تفضل يا سعيد. ممتاز، بارك الله فيك، المتر على الثانية، ليش المتر على الثانية؟ لأنه المتر وحدة قياس المسافة والثانية هي وحدة قياس الزمن. هذا لما تكون عندي معادلة يعني مسألة وفيها القيم مباشرة، لكن هل ممكن أن أنا أجد السرعة من خلال المنحنى البياني أو منحنى التمثيل البياني اللي هو لمنحنى المسافة مع الزمن؟ نعم ممكن ذلك من خلال حساب ما يعرف باسم ايش الميل وبالتالي السرعة هي عبارة عن ميل منحنى التمثيل البياني لمن ومن للمسافة وللزمن فهنا يا أبناء الطلاب نحن لابد أثناء يعني مذاكرتنا أن ننتبه لموضوع مهم جدا جدا في أي رسم بياني لابد أن ألاحظ في البداية المحاور السينية والصادية ماذا نقصد بالمحور السيني وماذا نقصد ماذا موجود في المحور السيني وما هو موجود في المحور الصادي ومن خلاله أنا أستطيع احدد ما هي المتغيرات الموجوده وما هي نوع العلاقه التي يمثلها هذا المنحنى البياني، ناخذ مثال بسيط، منحنى المسافه والزمن، لو نرجع هنا لمفهوم السرعه شوف مسافه وزمن، يعني هذا المنحنى هو عباره عن ماذا؟ عباره عن منحنى السرعه وبالتالي الميل الموجود في هذا المنحنى اللي هو ميل السرعه، ماذا نقصد بالميل؟ ماذا نقصد بالميل؟ من من يشارك من؟ ناخذ طالبه مميزه، من من الطالبات؟ جود تفضل يا جود ممتازة بارك الله فيك اللي هو فرق الصادات على فرق السينات هذا هو الميل فرق الصادات على فرق السينات كذلك في منحنى المسافة والزمن تغير في السرعة يعني السرعة كانت كذا وأصبحت كذا زادت أو نقصت لذلك السرعة قبل أن تزيد لها قيمة وبعد ما زادت لها قيمة فبالتالي لما نعب على الزمن وهنا نستطيع كذلك أن نجد مثل ما وجدنا هنا وحدة السرعة نوجد هنا وحدة التسارع وحدة التسارع اللي هي المتر على ايش؟ المتر على الثانية المربعة اللي هي وحدة التسارع، أحسنتم، بارك الله فيك. لذلك التسارع هنا ماذا يمثل التسارع؟ يمثل ميل منحنى من؟ السرعة والزمن، لذلك شوف أنا قلت لكم قبل أني لابد أن أركز ماذا يمثل المحور السيني وماذا يمثل المحور الصادي. لما يكون عندي سرعة وزمن هذا معناه ايش؟ تسارع مباشرة. لما يكون عندي مسافة وزمن معناها ايش؟ سرعة. نشوف هنا في الشريحة اللي بعدها وإن شاء الله تعالى نستطيع أن نفهم أكثر توضح المخططات أدناه التمثيلات البيانية للمسافة والزمن شوف قال لك مسافة وزمن معناه نتحدث عن من؟ عن من؟ عبد الرحمن ممتاز بارك الله فيك عن السرعة ليش؟ لأنه قال لي مسافة وزمن تمثل حركة أربعة أجسام أكمل الجدول وذكر رمز التمثيلات ألف باء جيم دال التي تمثل وصف الحركة بشكل سريع جدا الشكل الأول عندي منحنى مسافة وزمن ولكن مسافة ثابتة إيش معناها؟ مسافة ثابتة لا تتغير الجسم ماله ساكن بارك الله فيك عندنا هنا نفس الشيء المنحنى الثاني اللي هو المسافة والزمن ولكن ألاحظ أنه المسافة تزيد بانتظام معناها أن السرعة هنا تزيد عندي المنحنى الثالث بشكل مقوس معناه أن السرعة مالها تتغير أحسنتم الأخير اللي هو دال المسافة والزمن خط مستقيم معناه أن السرعة تزيد لكن هناك ملاحظة مهمة احنا تكلمنا عنها بالنسبة للخط المستقيم للأعلى هذا في باء وفي دال قلنا انه اذا كان الخط يقترب ناحيه المحور الصادي معناها ان السرعه تكون اكبر وكلما اقترب المنحنى البياني ناحيه المحور الصيني بحيث انه يمثل يكون متوازي مع المحور الصيني تقل السرعه اذا كان متوازي تكون السرعه تساوي صفر مثل الحالة رقم واحد لذلك هنا يتحرك الجسم بسرعة ثابتة أي واحد باء ودال لانه ما قال لي بسرعة ثابتة ولا يعني بسرعة ثابتة، ما طلب مني ايهما يكون اسرع اكثر، لذلك انا عندي اجابتين اللي هي باء ودال. ساكن، الجسم ساكن لا يتحرك، اي اجابة؟ نعم؟ تفضل، ممتاز، اللي هي الف، احسنت. يتحرك الجسم بسرعة ثابتة اكبر، ها شوف، سرعة ثابتة اكبر، يعني معناها ان السرعة تزيد، احنا قلنا دائما يكون قريب من المحور ايش؟ ال صادي فهنا الجسم الخط البياني القريب من المحور الصادي شوف الزاويه هنا وشوف الزاويه هنا هنا اصغر يعني قريب من المحور الصادي لذلك تكون ايش؟ باء هي الاجابه الصحيحه. تتغير سرعته؟ سرعته تتغير غير منتظمه فهنا بتكون عندي الاجابه ايش؟ جيم. هذا بالنسبه للتمثيلات البيانيه وبشكل سريع عن التمثيلات البيانيه. في المسائل الحسابيه يسقط حجر مسافه 20 متر في 2 ثانيه، المسافه ايش هي رمزها؟ دي والزمن اللي هو تي لانه قال في 2 ثانيه، كيف احسب السرعه المتوسطه؟ قانون بسيط جدا جدا حساب السرعه اللي هو السرعه تساوي المسافه على الزمن دي على تي 20 على 2 يعطيني الناتج 20 اللي هو يساوي 20 على 2 10، الوحده لازم يا شباب لا ننساها اللي هي المتر على الثانيه المربعه، هنا تطبيق مباشر في القانون. السؤال اللي بعده يقطع الحجر خلال سقوطه مسافه 25 اضافيه لاحظ انه هذا السؤال مرتبط بالسؤال اللي قبله قال يقطع مسافه 25 اضافيه في الثانيه في الثانيه التاليه يعني اصبح بدل 2 كم بيكون زاد ثانيه اصبحت ثلاث ثواني وهنا عندي المسافه بدل ما كانت 20 زادت 25 يعني نقول 20 زائد 25 ونعوض تعويض مباشر في القانون مثل ما لاحظنا المسافه الكليه اللي هي 20 زائد 25 وتعطيني 45 متر السرعه المتوسطه هي المسافه الكليه اللي قطعها الجسم على الزمن الكلي وتساوي 45 على 3 وتساوي ايش؟ 15، نفس الكلام متر على الثانية، لابد يا شباب أن لما نحل نكتب المقدار ونكتب الوحدة، ضروري جدا. السؤال اللي بعده، لماذا نستطيع فقط حساب السرعة المتوسطة للحجر أثناء سقوطه؟ الجسم يسقط، حجر يسقط، ليش ما نقول نستط... نحسب دائما نحن السرعة المتوسطة؟ ليش؟ من يجاوب؟ من؟ ناخذ طالبة مجتهدة أخرى، تفضلي، رقية، ممتاز، تفضلي، تفضلي. ممتاز أحسنت بارك الله فيك ليش؟ لأن الجسم أثناء سقوطه هو دائما في حالة إيش؟ حركة مستمرة أو أن سرعته تزيد الجسم لما يسقط سرعته تزيد هنا نشوف الإجابة مجموعة من الإجابات لأن سرعته تتغير لأن الحجر يتسارع لأن سرعته تزيد كل هذه إجابات صحيحة تمام؟ ننتقل للمثال لموضوع التسارع والتسارع نحن قلنا أن التسارع هو عبارة عن معدل تغير السرعة بالنسبة للزمن توضح تمثيلات بيانيه المنحنى ايش؟ شوف اهم شيء نشوف السيني والصادي، السرعه والزمن، هذا زمن وهذه سرعه، هذه السرعه والزمن ايش؟ اللي هي الاي اللي هي التسارع. احسنت، ممتاز. لحركه اربعه اجسام، نكمل الجدول مبين رموز تمثيلات الف وباء وجيم ودال التي تمثل حركه ايش؟ التي يتم وصفها في العمود الاول. السؤال الاول يتحرك الجسم بسرعه ثابتة، وين المنحنى اللي يمثل حركة الجسم بسرعة ثابتة؟ الجسم الذي يتحرك بسرعة ثابتة اللي هو المنحنى ج، ليش؟ لأن السرعة ثابتة واضح، شوف السرعة واقفة عند قيمة معينة، لو نفترض مثلا أنه هنا معي 50 معناها أنه الجسم يسير بسرعة 50 متر للثانية ما تتغير سرعته، وبالتالي نقول عنه الجسم سرعته ايش؟ ثابتة. السؤال اللي بعده تزيد سرعته ثم تتباطأ، تزيد سرعته ثم تتباطأ، يعني الجسم تزيد سرعته وتتباطأ. أي منحنى؟ تزيد سرعته ثم تتباطأ. المنحنى رقم ألف شوف هنا لاحظ زادت السرعة ثم نقصت. هذا معناها زادت السرعة ثم تباطأت. يتحرك الجسم بتسارع ثابت، متى يتحرك الجسم بتسارع ثابت؟ إذا كانت السرعة ثابتة، متزايدة بانتظام، فبالتالي هنا عندي ايش؟ هيكون هو التمثيل دال، هنا شوف السرعة تزيد بانتظام. واخيرا يتسارع الجسم ليصل الى سرعه ثابته ثم ليصل الى سرعه ثابته يعني تبدا تزيد 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 سرعته ثم يصل الى سرعه ثابته وهنا عندي بيكون ايش رقم ب ممتاز بارك الله فيكم هذا بشكل سريع لفهم التمثيل البياني لمنحنيات السرعه والتسارع نشوف مثال اخر و في مفهوم سرعة أو تسارع لازم أن أشوف إيش قلنا المحور السيني والمحور الصادي المحور السيني عندي زمن محور الصادي عندي سرعة معناه هذا الدارس. هذا المثال يتحدث عن مفهوم إيش التسارع لذلك يوضح منحنى التمثيل البياني الآتي كيف تتغير سرعة سيارة أثناء انتقالها إلى الطريق طبعا أنا عندي نقطة البداية صفر وصفر ونلاحظ أن السرعة بدأت تزيد ثم أصبحت سرعة ثابتة عند الرقم 30 هذه قراءة بسيطة للرسم البياني عندي السؤال الأول كم كانت السرعة السيارة في البداية في البداية شوف لما يقول لك البداية إيش مقصود بالبداية هل نقصد هنا في هذه النقطة أو هذه النقطة أو هذه النقطة أو هذه النقطة, أو هذه النقطة؟ البداية طبعا عند صفر وصفر كم كانت سرعة السيارة عند صفر وصفر في البداية كان الزمن إيش هنا صفر وصفر لذلك كانت السرعة صفر لذلك من الرسم البياني نستنتج أن السرعة في هذه الحالة تساوي صفر متر على الثانية كم بلغت سرعة السيارة في رحلتها عند الانقضاء عشر ثواني نجي وين نشوف الرسم البياني عند رقم عشرة هذا رقم عشرة نشوف كم كانت السرعة عند رقم عشرة نطلع لفوق مباشرة إن كم كانت 20 ممتاز فهنا بتكون سرعة السيارة 20 متر على الثانية السؤال اللي بعده كيف تستنتج من منحنى التمثيل البياني أن السيارة بعد 15 ثانية وصلت إلى سرعة ثابتة شوف 15 ثانية هذا 15 ثانية نقطة تحول كانت السرعة تزيد بعدين أصبحت تمشي بشكل متوازي بشكل متوازي مع محور السينات وبالتالي السرعة أصبحت إيش ثابتة عند إيش عند الثلاثين واضح بهذه الطريقه نحن نقول ان السرعه ثابته ليش لان منحنى ميل التمثيل البياني السرعه الزمن يساوي صفر ليش لانه موازي لمحور السينات اي ان لها تسارع يساوي صفر حيث يصبح منحنى التمثيل افقيا وموازي لمحور السينات هذا بالنسبه لموضوع الوحده الثانيه بشكل يعني مبسط ننتقل للوحده الثالثه اللي هي تتحدث عن مفهوم تتحدث عن مفهوم الكتله و الوزن والجاذبية في هذا في هذه الوحدة لابد أن نتعرف على أهم المفاهيم الأساسية في هذه الوحدة بحيث عملنا جدول بسيط هنا للمقارنة ما بين الكتلة M والوزن W طبعا نحن نعرف أن الكتلة هناك فرق بين الكتلة وبين الوزن الكتلة هي عبارة عن إيش كمية المادة في جسم ما كمية المادة في جسم ما ولها وحدة قياس مختلفة عن وحدة قياس إيش الوزن بينما الوزن هو عبارة عن قوة قوة ايش؟ قوة جذب الأرض للجسم، قوة جذب الأرض للجسم، هذا تعريف الوزن W، والدبليو هذه ايش تساوي؟ الدبليو الوزن يساوي m في الجي اللي هي عجلة الجاذبية الأرضية، الكتلة في الجاذبية الأرضية، ما هي وحدة قياس الكتلة؟ وحدة قياس الكتلة هي الكيلو جرام معروفة هذه، وبينما وحدة قياس الوزن هي ايش؟ النيوتن ويرمز لها بالرمز ان. عندي مثال بسيط هنا لتطبيق لمفهوم الكتلة والوزن احسب وزن لما يقول لك احسب الوزن جسم ما على سطح الأرض كتلته كم؟ خمسة كيلو جرام ايش معنى كتلته؟ يعني ام إذا كانت قوة الجاذبية له اللي هي الجي هذه تساوي عشرة أصبح بسيط أنا بنحله مباشرة اللي هو عندي المثال هذا اللي هو الدبليو تساوي الام في الجي يعني تساوي كم في كم؟ الام اللي هي خمسة في عشرة يساوي ايش؟ 50، الوحدة ايش؟ وزنها نيوتن، ممتاز. هذا هو حل السؤال، تطبيق مباشر في السؤال. هذا بالنسبة للوحدة الثالثة، ننتقل إلى الوحدة الرابعة اللي هي وحدة الكثافة. في وحدة الكثافة لابد أن نعرف ايش مقصود بكلمة الكثافة. الكثافة هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن نسبة كتلة المادة إلى حجمها، نسبة الكتلة إلى الحجم، والكثافة يرمز لها بالرمز رو، والكتلة بالرمز إم، والحجم بالرمز v فتعطى المعادلات التالية بالشكل هذا الكثافه تساوي الكتله على الحجم من خلال هذه العلاقه الرياضيه استطيع ان احسب كلا من الحجم بمعلوميه الكثافه والكتله بما كذلك الكتله بمعلوميه الحجم والكثافه وانتم تعودتوا على المثلث وكيفيه استنتاج المعادلات الرياضيه من خلال هذا المثلث ناخذ مثال بسيط ادرس الشكل المقابل ثم احسب كثافة المكعب، مطلوب حساب ايش؟ الكثافة، واحنا قلنا انه الكثافة اللي هي رو تساوي ام على في اللي هي الكتلة على الحجم، تمام؟ أنا عندي الكتلة مباشرة أستطيع أني أقرأها من الميزان بوحدة الجرام، الحجم عندي شوف شكل مكعب. ليش؟ لأنه قال هنا مكعب، فلازم أنا عارف كطالب في الصف التاسع العلاقات الرياضية حجم المكعب اللي هو الطول في العرض في الارتفاع، وعندي اللي هو الطول مثلا او الارتفاع هذا 5 سم يعني تقول الكث الحجم ايش يساوي 5 في 5 في 5 هذا عباره عن ماذا عباره عن الحجم فبالتالي لما اريد احسب الحجم في عباره عن 5 في 5 في 5 هذا من وين جبناها اللي هي 125 هذا من خلال قانون حجم المكعب اللي هو يساوي الطول في العرض في الارتفاع ونطبق مباشره في القانون الكثافه تساوي ام على في وتساوي 25.6 اللي هي القيمه هذه بالجرام على 125 اللي هي القيمه اللي نحن حسبناها وتعطيني 0.2 جرام لكل سنتيمتر مكعب. هذه بالنسبه لموضوع الكثافه. هنا ننتقل لي للوحده اللي بعدها اللي هي نموذج الحركه الجزيئيه البسيطه للماده في الوحده الخامسه، فهذه سنتطرق الى موضوعين نموذج الحركه الجزيئيه البسيطه وكذلك عن المواد الغازيه ونموذج الحركه الجزيئيه البسيطه في الماده. نشوف السؤال هذا في هذه الوحدة، سؤال بسيط جدا يحتاج إلى شوية تركيز. السؤال الأول أجب عن هذه الأسئلة باستخدام حالات المادة الثلاث، يعني المطلوب منك إيش تكتب؟ تحدد ما هي حالة المادة على حسب السؤال في ألف أو في باء أو في جيم. السؤال الأول ألف يلا طالب متميز. نريد طالب متميز. من؟ محمد استعد سأقرأ السؤال وأعطيني الإجابة إن شاء الله. في أي حالة تملا الماده وعاءها مهما يكن شكله او حجمه ها الماده تملا الوعاء تحيط به من كل مكان اي ماده هذه ممتاز بارك الله فيك رفع الله شانك ممتاز الحاله الغازيه احسنت حاله الماده الغازيه ممتاز بارك الله فيك يا محمد الحاله الغازيه ليش لأن الحالة الغازية معروف أن الحالة الغازية تملأ المكان بسرعة يعني مثال على ذلك لو عندي عطر وعملت رشة عطر بسيطة فبعد, فبعد يعني فترة بسيطة بنحصل إن العطر يملأ أرجاء المكان السؤال اللي بعده ناخذ طالبة أخرى متميزة الغالية الغالية تفضلي في حالة أي حالة يكون للمادة شكل ثابت وحجم ثابت ممتاز الحالة الصلبة أي جسم صلب أبعاده ثابتة لا تتغير اللي هو من حيث الطول والعرض والارتفاع لذلك نقول له حجم ثابت وشكل ثابت السؤال اللي بعده ناخذ طالب متميز اخر رقم ج في اي حاله يكون للماده حجم ثابت وشكل متغير من من عبد الرحمن تفضل ممتاز يا عبد الرحمن ممتاز بارك الله فيك قال لك حجم ثابت وشكل متغير هو الحاله الماده ايش السائله معروف انه الماء مثلا اذا وضعته من كوب نقلته من كوب إلى كوب آخر يتغير الشكل بينما الحجم يبقى ايش؟ ثابت. ممتاز يا عبد الرحمن أحسنت. ناخذ المثال هذا المثال مهم جدا جدا ولازم نركز عليه يا شباب اللي هي الحركة البراونية درسناها في الحصص الماضية. الحركة البراونية هي عبارة عن حركة جزيئات المادة السائلة أو الغازية في الهواء. صح ولا لا؟ ودرسنا تجربة براون روبرت براون اللي هو المجهر في حجرة مفرغة من الهواء فيها حبيبات الدخان ووضع المجهر وشاهد حركة عشوائية لحبيبات الدخان وعرف انه هذه نتيجة التصادمات التي تحدث ما بين الجزيئات وبعضها البعض فسميت هذه الحركة باسم الحركة البراونية ناخذ مجموعة من الأسئلة عن هذا الموضوع، الشكل المقابل يمثل تجربة الحركة البراونية، أدرسه جيدا ثم أجيب. في أي حالة تمتلك المادة أكبر طاقة حركة؟ مادة تتحرك وحركتها سريعة، الجزيئات مالها في أي حالة في المادة الصلبة مثل القلم أو في كوب الماء أو في بخار الماء مثلا، أيهما يتحرك بشكل أسرع؟ أعتقد هذه الإجابة واضحة لدى الجميع وسهلة جدا جدا اللي هي إيش؟ الحالة الغازية. طبعا هنا ممكن يسألك علل، لماذا؟ إيش نجيب؟ لأن جزيئاتها مالها؟ مترابطة بقوة ضعيفة جدا جدا والحركة فيها سريعة جدا ما بين الجزيئات وبعضها البعض. السؤال الثاني: لماذا لا نستطيع رؤية جسيمات الهواء في حجرة الدخان؟ هذا السؤال تكرر كثير. ليش؟ لأن جزيئات الهواء مالها يا شباب؟ حجمها ماله؟ حجمها صغير جدا جدا، لا يمكن رؤيته بالعين المجردة. وبالتالي نحن نرى التصادمات التي تحدثها هذه الجزيئات. وبالتالي هنا الإجابة لأن جزيئات الهواء صغيرة جدا جدا مقارنة بجزيئات الدخان. واضح؟ واضح يا شباب؟ هذا مهم جدا هذا الموضوع اللي هو موضوع الحركة البراونية ويعني لابد أن تسأل فيه لأنه موضوع مهم جدا جدا لأنه يفسر لك الحركة العشوائية للجزيئات العالقة في الهواء. سؤال ننتقل إلى الوحدة الثامنة. اللي هي تتحدث عن موضوع التغيرات في الطاقه وكذلك عن مفهوم حفظ الطاقه وتتكلم عن حسابات الطاقه. هذه الوحده يعني وحده مهمه ووحده دسمه الدرس الاول فيها تحول يتكلم عن التغيرات في الطاقه وتحولات الطاقه. تحول من طاقه كهربائيه الى طاقه ضوئيه الى طاقه حراريه مثل المصباح. كذلك نتكلم عن مثلا شاشة التلفزيون مثلا اللي أمامك الحين فهي تحول للطاقة من طاقة كهربائية إلى طاقة ضوئية نفس الشيء بالنسبة مثلا للجرس الكهربائي من طاقة كهربائية إلى طاقة صوتية نسمعها صح ولا لا؟ وكذلك هناك مجموعة كثيرة من التحولات نرجع للدرس ونفهم هذه التحولات أو التغيرات في هذه الطاقة وحفظ الطاقة وحسابات الطاقة بناخذ عليها أمثلة وكذلك حساب القدرة اللي هي البي وإن شاء الله تعالى نأخذ مجموعة من الأمثلة وتتضح الصورة معنا بشكل أكبر سؤال أول جسم كتلته أم وسرعته في أكتب معادلة طاقة الحركة كي يسألك عن المعادلة مباشرة كي ايش تساوي ايش تساوي الكي اي تفضلي ممتاز أحسنتي كي اي تساوي نص ام في تربيع احسنت يا شيماء بارك الله فيك طالبه نجيبه مذاكره وفاهمه ايش تقول كي اي تساوي نص ام في تربيع هذه العلاقه العامه لحساب ايش طاقه الحركه لا بد هنا شباب لا ننسى التربيع في تربيع لا ننساها لان لما نجي نعوض نكتب نكتب القانون صح ونجي نعوض في بس لازم نربع السرعه لان هي عباره عن حاصل ضرب نص في الكتله في مربع السرعه تمام هذه ملاحظة مهمة لا تنسوها كثير من يعني رأينا في الميدان أن الطلبة تكتب القانون صح وتجي تعوض ولكن تنسى أثناء التعويض عمل التربيع للسرعة وبالتالي يفقد جزء من درجته فانتبهوا في هذه النقطة ونقطة مهمة جدا جدا اللي هي نص الكتلة في مربع السرعة السؤال اللي بعده أو المثال اللي بعده سيارة كتلتها إيش معناها؟ أم أحسنتم وسرعتها في ممتاز احسب طاقة الحركة اللي هي ايش؟ الكي اي -E. يعني مو نسوي هنا؟ تعويض مباشر في القانون احسنت احسنت تعويض مباشر في القانون نكتب الكي اي -E تساوي نص ام في تربيع الام اللي هي عندي 800 في الفي تربيع اللي هي 20 ايش؟ مربع لا تنسى لا تقول 20 لا 20 مربع 20 ايش؟ 20 مربع تمام نيجي نشوف هنا في الحل تعويض مباشر في القانون وبشكل بسيط جدا جدا كي اي تساوي نص ام في تربيع نص في 8 في 20 مربع شوف 20 مربع لا تنسى التربيع مهم جدا جدا ويعطيني كم وستين الف ايش الوحده وحده طاقه الحركه الجول كل الطاقات تقاس بالجول سواء قال طاقه حركه طاقه وضع طاقه صوتيه طاقه كهربائيه كل الطاقات تقاس بالجول تمام لازم نكتب الرقم والوحده مهم جدا وبالتالي هنا قال لك ممكن نكتبها بهذه القيمة أو نكتبها مرفوعة للأس 1.6 في 10 أس 5 جول هي نفس المقدار نفس المقدار أو نحولها إلى 160 كيلو جول هي بنفس المقدار كل هذه القيم هي نفسها تمام؟ واضح؟ أهم شيء في مثال طاقة الحركة لا تنسى التربية مربع السرعة. ناخذ مثال آخر يقول أحد الطلاب انه اذا تضاعفت سرعه الجسم ايش يعني تضاعفت؟ زادت الى الضعف ممتاز جسم ما فان طاقه حركته ستتضاعف ايضا هل ما قاله زميلك صح او خطا؟ يلا من في 30 ثانيه بسرعه زادت السرعه الى الضعف هل طاقه الحركه تزيد الى الضعف؟ كيف انا احل مثل هذه الامثله؟ ارجع الى القانون شوف القانون اللي امامي هذا هو القانون العام زادت السرعة إلى الضعف بدل واحد صارت اثنين هل المفروض أن طاقة الحركة تكون اثنين؟ ها؟ لا لا فكر فكر يا محمد فكر أيوة ممتاز انتبهت ممتاز أيوة هنا كان في مربع يعني معناها بدل الاثنين بتكون ايش؟ أربعة صح ولا لا؟ يعني إذا تضاعفت السرعة فإن طاقة الوضع ماذا؟ تتضاعف أربعة أمثال ما كانت عليه ليش؟ لأنه في تربيع ممتاز ممتاز بارك الله فيكم هذا دليل على اهتمامكم ومذاكرتكم أولا بأول قول الطالب ليس صحيحا ليش ليس صحيحا؟ لأنه هنا عندي في مربع تتناسب مع في مربع مع مربع السرعة وليست, ولي وليست مع في وليست مع في وبالتالي تتض... إذا تضاعفت السرعة تزيد طاقة الحركة إلى, ك... إلى أربعة مرات تزيد إلى أربع مرات أو أربعة أمثال ما كانت عليه، واضح؟ ممتاز، 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 أحسنتم، بارك الله فيكم، ننتقل للجزء الثاني. اكتب كلمة صح أو خطأ أمام كل عبارة من العبارات الآتية. يلا، ناخذ طالبة متميزة أخرى، طالبة متميزة من الجوهرة، تفضلي، سنقرأ السؤال. طاقة الحركة هي الطاقة التي يمتلكها الجسم بسبب ايش؟ حركته، بسبب حركته، لأن الجسم يتحرك نقول أنه اكتسب طاقة حركة، هل هذه الإجابة صحيحة أو خاطئة؟ أو العبارة هذه صحة أو خطأ؟ تفضلي، ممتاز، بارك الله فيك، بارك الله فيك أيتها الجوهرة، بارك الله فيك، الإجابة ايش؟ إجابة صحيحة، لأنه لأن طاقه الحركة هي طاقة التي يكتسبها الجسم بسبب حركته. السؤال الثاني تقاس القدرة شوف هنا القدره اللي هي رمزها بي القدره في النظام الدولي للوحدات بوحده الجول صح ولا غلط صح ولا غلط من من يشاركني ناخذ طالبه اخرى متميزه فاطمه تفضلي يا فاطمه احسنتي ممتاز القدره تقاس بوحده الجول اجابه خاطئه ممتاز ما هي الوحده الصحيحه يا فاطمه ما هي الوحده الصحيحه ممتاز احسنتي الواط ممتاز بارك الله فيك طالبة نجيبة طالبة نجيبة السؤال اللي بعده يمتلك الزنبرك المشدود طاقة وضع الجاذبية زنبرك مشدود طاقة الوضع الجاذبية إجابة صح أو خطأ من يجيب من يجيب سالم تفضل يا سالم ما هي إجابتك يا سالم ممتاز أحسنت زنبرك زنبرك مشدود طاقه وضع جاذبيه ولا طاقه الوضع المرونيه شوف الزنبرك دائما في مرونه وبالتالي نقول عنه طاقه الوضع المرونيه وليس طاقه وضع الجاذبيه لازم يا شباب ننتبه هنا لموضوع تحولات الطاقه تمام نشوف السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده كذلك صح او خطا امام كل عباره من العبارات الاتيه الطاقه هي المقدره على بذل الشغل صح او خطا من من يجيب الطاقه هي المقدره على بذل الشغل من يجيب عبد المجيد تفضل ممتاز احسنت بارك الله فيك الطاقه هي المقدره على بذل الشغل اجابه صحيحه هذا تعريف الطاقه الطاقه هي المقدره على بذل الشغل السؤال اللي بعده الطاقه المختزنه مخزنه ها انتبه في بطاريه هي طاقه حراريه او لا احنا درسناها من يجيب طاقه مخزنه في البطاريه ايش نسميها؟ طاقة ماذا؟ طاقة تفضل، أحسنت، جزاك الله خير، طاقة كيميائية وليست طاقة حرارية. إذا الإجابة هنا تكون إجابة خاطئة. السؤال اللي بعده عند رفع الجسم إلى أعلى إلى أعلى نرفع الجسم، إيش يصير لطاقة الوضع؟ تقل ولا تزيد؟ الجسم لما نرفعه طاقة الوضع ماذا؟ أحسنتم، بارك الله فيكم، طاقة الوضع له تزيد وليست تقل، فهنا هذه الإجابة بتكون إيش؟ اجابة خاطئة. واضح؟ هذا كله على درس تحولات الطاقة وطاقة الوضع وطاقة الحركة والقدرة. لازم نركز نفهم السؤال نقرأه نفهمه لا أهم شيء لا نستعجل نقرأ السؤال بتأني ونركز في المعطيات وإن شاء الله تعالى الكل يوصل إلى الإجابة الصحيحة بسهولة ويسر. سؤال هنا طالب وزنه 500 نيوتن يتسلق جدار وزنه، ايش يعني الوزن؟ دبليو يتسلق جدارا ارتفاعه اللي هو الاتش، ما مقدار الزيادة في طاقة الوضع؟ احنا نتكلم عن طاقة الوضع واحنا عارفين قانون طاقة الوضع اللي هو الام جي اتش، نعوض تعويض مباشر في القانون دلتا جي بي اي تا ام جي في الاتش، دبليو اللي هي الام جي عندي 500 نيوتن نضربها اللي هي الوزن مباشرة اللي هو الام عندي الارتفاع اللي هو الاتش اللي هو الاثنين فيكون عندي الناتج الف ايش الف ماذا الف جول طاقة الوضع تمام تعويض مباشر في القانون السؤال اللي بعده احسب طاقة الحركة لسيارة كتلتها 600 تسير بسرعة 25 اعتقد هذا مباشر وواضح جدا نصف الكتلة في مربع السرعة يعني نصف الام اللي هي 600 في مربع ال 25 ويعطيني هنا الناتج مباشرة اللي هو يساوي 187500 جول تطبيق مباشر في القانون بس اهم شيء ان لا ننسى التربيع يا شباب لا ننسى التربيع. السؤال الأخير مصباح كهربائي ينقل 1000 جول من الطاقة في زمن 10 ثواني هذا ينقل احسب ايش القدرة القدرة هي مقدار الطاقة المستهلكة خلال وحدة الزمن فهنا تعويض مباشر في القانون قانون القدرة البي يساوي معدل الطاقة على وحدة الزمن يعني ألف على عشرة يساوي ايش مئة ايش شوف الوحدة واط مئة وات تطبيق مباشر جدا في القانون واضح يعني هنا نحن تعرضنا في هذه الشريحة إلى قانون طاقة الوضع إلى قانون طاقة الحركة والى قانون حساب القدره. واضح شباب؟ تمام. ننتقل للوحده الثانيه عشر بهذه يعني المعلومات السابقه نحن نكون انهينا مقررات الفصل الدراسي الاول. والحين ننتقل الى الوحده الثانيه عشر من مقرر الفصل الدراسي الثاني. في الوحده الثانيه عشر نحن عندنا درس الانعكاس مطلوب منا بس درس الانعكاس نعرف درس الانعكاس واحنا درسنا في الانعكاس معلومات كثيره جدا نحاول نستذكرها مع بعض. اول سؤال اي من القوانين الاتيه هو قانون الانعكاس؟ نحن درسنا قانون وسميناه باسم قانون الانعكاس وقلنا قانون الانعكاس، ما هو قانون الانعكاس؟ اي اجابه صحيحه؟ هل زاويه الانعكاس اصغر من زاويه السقوط؟ هل زاويه الانعكاس تساوي زاويه السقوط؟ هل زاويه الانعكاس اكبر من زاويه السقوط او زاويه الانعكاس تساوي نصف زاويه السقوط لانه احنا عرفنا في الانعكاس عندي زاويتين، زاوية انعكاس زاوية سقوط وزاوية ايش؟ انعكاس، وعمود مقام وسطح المرآة أو السطح الفاصل. إذا الإجابة هنا ايش بتكون؟ من من يشاركني في الإجابة؟ تفضل. أحسنت بارك الله فيك. زاوية السقوط تساوي زاوية ايش؟ الانعكاس، هذا هو قانون الانعكاس. هذه هي الإجابة إذا الإجابة هنا بتكون عندي الإجابة رقم ب السؤال اللي بعده سؤال مهم جدا جدا لابد لأي طالب في الصف التاسع يعني أن تكون عنده إجابة سريعة جدا لهذا السؤال ومهم في نفس الوقت أنك تعرف ما هي المصطلحات في مخطط الأشعة الإنعكاس بحيث أنك تستطيع أن ترسم أي مخطط للإنعكاس تمام؟ يبين مخطط الأشعة التالي أدناه الانعكاس عن مرآة مستوية ألف سمي على مخطط الأشعة ما يأتي واحد الخطوط التي يرمز بالرمز A يعني هذا و اللي هو هذا و ماذا نقصد ب A و B أو سي؟ طبعا نحن كطلبة نعرف أول شيء عندي في الانعكاس شعاعين شعاع ساقط وشعاع منعكس كيف أعرف شعاع ساقط ومنعكس من خلال ماذا ممتاز من خلال اتجاه حركة السهم نجي لي ايه شوف السهم لأسفل شعاع ينزل للأسفل ايش يعني يسقط صح يسقط إلى الأسفل لذلك هذا نسميه ايش الشعاع الساقط أحسنت ايه اللي هو الشعاع الساقط نفس الشيء نجي لي سي خلى بيه أن نرجع لها لأنها سي مرتبطة بايه الشعاع يرتفع لفوق شعاع سقط على مرآة ورجع لفوق مو نسمي هذا شعاع منعكس ممتاز ممتاز بارك الله فيك الشعاع المنعكس والبي اللي هو النقاط اللي في الوسط قلنا الخط الفاصل بين الشعاع الساقط والشعاع المنعكس نسميه ايش العمودي او العمود المقام واخيرا اللي هو السي هذه اللي هو الشعاع المنعكس سالني هنا عن الزاويتين دي واي هذه الزاويه وهذه الزاويه اذا تذكروا احنا قلنا انه زاوية السقوط وزاوية الانعكاس هي زاوية محصورة ما بين الشعاع والعمود المقام. فإذا كان الشعاع ساقط والزاوية محصورة بين الشعاع الساقط والعمود المقام نقول عنها زاوية ماذا؟ السقوط. ممتاز أحسنت بارك الله فيك. والعكس إذا كانت الزاوية محصورة ما بين العمود المقام والشعاع المنعكس نقول عنها زاوية ايش؟ أحسنت زاوية الانعكاس نقول عنها زاوية الانعكاس إذا دي هنا زاوية السقوط و اللي هي زاوية ماذا زاوية الانعكاس زين سؤال رقم ب مهم جدا سجل قياس الزاوية بين بي وسطح المرأة بين بي وسطح المرأة يعني نتكلم عن هذه الزاوية بين بي وسطح المرأة هذه الزاوية كم مقدارها ها شوف من الشكل واضحة زاوية ماذا قائمة ممتاز بارك الله فيك زاوية قائمة وبالتالي هنا تكون الزاوية القائمة كم قياسها؟ 90 درجة، أحسنت. طبعاً لابد نحن قلنا إنه لما أرسم العمود المقام أن يكون بشكل عمودي على سطح إيش؟ المرأة. هذا المثال الأول. المثال الثاني إذا جيك سؤال مثل هذا الصورة الصحيحة لإنعكاس الكلمة، شوف قال لك إنعكاس. إنعكاس الكلمة، يعني أنت لو عندك كلمة وحطيتها أمام المرأة ما هي الصورة الصحيحة أو الصورة الحقيقية لإنعكاسها في المرأة؟ هل هي A خيار ألف أو A أو الخيار B أو الخيار C أو الخيار D؟ ماذا نلاحظ؟ A نفس الصورة، الصورة والحقيقة هي نفسها ما تتغير. B الصورة والحقيقة واحد يعني الصورة يعني الصورة مقلوبة تكون. في C ناحية اليمين، في في دي ناحية اليسار، أي إجابة؟ هذا تعرضنا لها كثير في يعني في ال... في الحصص الدراسيه احسنت احسنت بارك الله فيك احسنت الاجابه هنا الاجابه ايش بي تكون الصوره ايش صوره مقلوبه تكون الصوره صوره مقلوبه احسنت بارك الله فيك لازم ننتبه لهذا النوع من الاسئله يا شباب مهم جدا جدا بسيط جدا جدا وفي نفس الوقت هو مهم جدا جدا السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده هنا زاوية السقوط في الشكل المقابل تساوي، شوف هذا السؤال أهميته إنه يعني أغلب الطلبة ممكن يقول لي والله زاوية السقوط هنا تساوي 90، وهذه إجابة خطأ. ليش خطأ؟ لأن زاوية السقوط هي زاوية محصورة ما بين من ومن؟ ما بين الشعاع الساقط والعمود المقام. أنا ألاحظ أن الشعاع الساقط والعمود المقام الاثنين مالهم؟ متوازيين. فالزاوية بين أي خطين متوازيين كم تساوي؟ هل هي تسعين؟ لا، ما في بينهم زاوية، الاثنين متوازيين، فبالتالي هنا تكون الإجابة إيش صفر. انتبهوا يا شباب، انتبهوا هذا السؤال جدا مهم، في نفس الوقت أغلب الطلبة والله أقول لك إن هنا شوف مستقيم وعمودي يعني الزاوية الإجابة تسعين وهذه إجابة إيش خطأ؟ الإجابة هنا إيش؟ تساوي صفر تمام ننتقل ل موضوع جديد اللي هو في الوحدة الرابعة عشر واللي نتكلم فيه عن مفهوم العدسات نتكلم فيه عن مفهوم العدسات ودرسناها بالتفصيل وعندي سؤال مهم في العدسات قبل أن ما نبدأ في السؤال نتذكر مع بعض مخطط الأشعة بالنسبة للعدسة كيف أستطيع أن أرسم مخطط العدسة مخطط الأشعة للعدسة في حال تكون صورة عن عدسة طبعا لابد أن أعرف في مخطط العدسة نقاط مهمة جدا جدا أول شيء نقطة اللي في الوسط هذه تسمى إيش مركز العدسة هذه النقطة اللي هي مركز العدسة وعندي الأف هذه إيش نسميها البؤرة ممتاز أحسن والمسافة ما بين أف ومركز العدسة إيش نسميها البعد البؤري ممتاز احسنت جزاك الله خير. وقلنا بالنسبة للعدسات عندي ثلاث حالات. الحالة الأولى لما يكون الجسم يبعد عن العدسة بمقدار أكبر من اثنين اف. يعني أكثر من اثنين بعد بؤري. ولما يكون الحالة الثانية لما يكون الجسم بعيد عن أكبر من اف. أكثر من البعد البؤري. والحالة الثالثة لما يكون الجسم أقل عن البعد البؤري هناك مجموعة من الخصائص مجموعة من المميزات في كل حالة من الحالات الثلاثة نشوف السؤال الحين تذكرنا إيش هي الأشياء الأساسية ونشوف السؤال المخطط التالي يوضح تكون الصورة لجسم موضوع أمام عدسة محدبة ادرسه جيدا ثم أجب عن الأسئلة التي تلي السؤال الأول اذكر ثلاث خصائص للصورة المبينة في مخطط الأشعة طبعا الصورة هذه تمام هذه هي الصوره معروف آه هذا موقع الجسم الصوره هذه هذه هي الصوره هذه هي الصوره الحين باقي ثلاث خصائص لهذه الصوره اول خاصيه اللي لا يختلف فيها اثنين شوف الجسم وشوف الصوره ما لهم؟ واحد اتجاهه للأعلى وواحد اتجاهه للاسفل ايش نقول عنه مقلوبه احسنت الخاصيه الاولى مقلوبه الخاصيه الثانيه شوف حجم الصورة وحجم الجسم واحد منهم أصغر والثاني أكبر الصورة ايش؟ مصغرة ممتاز هذه الخاصية الثانية شوف يعني الإجابات في السؤال نفسه بس أنت تركز وتحاول تربط الأمور ببعضها البعض إذا أول حاجة مقلوبة للأسفل حجم الصورة مصغرة مقارنة بحجم الجسم الحقيقي وآخر شيء الثالثة أنها صورة ايش؟ حقيقية دائما قلنا لما تيجي الصورة أمام الجسم أمام العدسة نقول عنها إيش؟ صورة حقيقية، يعني شوف هنا هنا الجسم هذا الجسم وهنا الصورة، هذا نقول عنها صورة إيش؟ حقيقية، لذلك الخصائص الثلاثة في هذه الحالة حقيقية لأنها جاءت أمام الجسم مقلوبة وهذا واضح ومصغرة. إجابات موجودة في السؤال بس أنت بس محتاج إنك إنك يعني تبحث تركز بس وتربط المعطيات ببعضها ببعض إلى ما يشير الحرف F هذا هو الأف هذا F وهذا إف قلناه قبل شوية يشير إلى موقع إيش بؤرة العدسة السؤال اللي بعده يسقط شعاعان متوازيان من الضوء على عدسة محدبة رقيقة كما هو مبين في الرسم التخطيطي هذه عدسة وهذا شعاع وهذا شعاع شعاعين متوازيين يعني الاثنين يسيروا في خط واحد تمام ما تأثير العدسة على شعاع الضوء؟ احنا هذا قلناها كملاحظة عامة أن الشعاع الذي يسير بشكل متوازي مع محور العدسة إيش يكون؟ إيش يكون فيه الأشعة؟ تنكسر ولا ما تنكسر ولا إيش اللي يحدث؟ الأشعة هنا إيش؟ يجعل شعاعي الضوء ينكسران أحدهما باتجاه الآخر، كيف يعني؟ يعني بيكون بهذا الشكل تقريباً. ويعطيني نقطه نقطه التقاطع هذه ايش نسميها آه. اضافات هذه معلومات اضافيه نقطه التقاطع ايش نسميها اف احسنت اللي هي مكان يحدد لي مكان البؤره يحدد لي مكان البؤره تمام ننتقل للسؤال اللي بعده هذا مهم جدا سؤال مهم جدا لحاله من حالات العدسه شوف نحن قلنا ثلاث حالات لاحظ عندي هذا الجسم هذه الصوره شوف صورة خلف الجسم جاية مو معناها إذا يلا هذه كملاحظات عامة سريعة بس انزل الدال هذه اللي هي الإف اللي هي البؤرة شوف الصورة مقارنة بالبؤرة أيهما أقرب؟ أقرب الصورة إلى العدسة عن البؤرة يعني هذه حالة رقم ثلاثة أحسنت اذكر ثلاث خصائص للصورة المبينة في المخطط التالي أول خاصية الصورة مالها شوف حجم الصورة حجم الجسم الصورة مالها مكبرة أحسنت مقلوبة ولا معتدلة يعني الجسم والصورة في نفس الاتجاه ولا متعاكسين في نفس الاتجاه نقول عنها إيش معتدلة أحسنت الصورة حقيقية ولا تقديرية هذه الصورة تكون صورة إيش تقديرية لأنها جاءت خلف الجسم وهي ناتجة من امتداد الأشعة الوهمي للعدسة واضح هذه إذن ثلاث خصائص من خصائص الصورة تقديريه ليش تقديريه لانها جاءت نتيجه امتداد الخطوط الوهميه معتدله معتدله واضح أنه الاثنين يتجهوا للاعلى سواء كانت الصوره او الجسم مكبره شوف حجم الجسم وشوف حجم الصوره السؤال اللي بعده اي حرف من الحروف الاتيه الف باء جيم د يمثل موقع البؤره اها شوف احنا تكلمنا فيه قبل اللي هو د اللي هو د هذا يمثل لي ماذا يمثل لي موقع البؤره وكيف انا اعرف موقع البؤره كطالب شوف دائما خط تقاطع الاشعه مع محور العدسه مع المحور واضح واضح تمام ممتاز نيجي لي سؤال مهم جدا جدا كيف استطيع ان احدد موقع الصوره لجسم معين سواء كان في عدسه او في مراه عندي وضعت شمعة على شبكة مخش... على شبكة مخططة أمام مرآة كما هم بين في أي نقطة سوف يظهر انعكاس الشمعة طبعا لما يكون عندك مرآة مستوية يكون في نفس المقاس ونفس البعد وبالتالي هنا تكون الإجابة إيش ب تكون هنا الإجابة ب ما الفرق بين الصورة الحقيقية والصورة التقديرية قلنا الصورة الحقيقية هي عبارة عن صورة حقيقية يمكن استقبالها على حائط بينما الصورة التقديرية هي صورة ناتجة نتيجة إيش امتداد الأشعة الوهمية بقت عندي اخر نقطة في الدرس اليوم في حلقة اليوم اللي هو نتكلم عن مفهوم الدائرة الكهربائية ونتكلم عن شدة التيار وفرق الجهد والمقاومة الكهربائية نستعرضها بسرعة. عندي في الجدول التالي يبين لي أهم أوجه المقارنة ما بين شدة التيار وفرق الجهد والمقاومة. كتعريف شدة التيار هي عبارة عن كمية الشحنات التي تمر في نقطة معينة خلال وحدة الزمن. فرق الجهد اللي هو في هو عبارة عن الطاقة اللازمة لتحريك شحنة واحدة شحنة كولوم واحد بين نقطتين والمقاومة هي مدى ممانعة تدفق التيار الكهربائي في الدائرة الكهربائية هذا كتعريف الوحدات شدة التيار وحدتها الأمبير فرق الجهد وحدته الفولت المقاومة وحدتها إيش الأوم هذا الجهاز المستخدم للقياس شدة التيار ما هو الجهاز الأميتر فرق الجهد الجهاز المستخدم له الفولتوميتر المقاومه الجهاز المستخدم الاميتر او الملتيميتر هذا الجهاز المستخدم في قياس المقاومه وطريقه التوصيل دائما شده التيار نوصله على التوالي وفرق الجهد نوصله على التوازي وبالنسبه للمقاومه ممكن أن نوصلها على التوالي وممكن أن نوصلها على التوازي هذا الجدول مهم جدا جدا لانه اربط لك ثلاث دروس مع بعضها البعض فاتمنى انكم كابتشر سكرين وتحفظوا الجدول هذا وتفهموه جيدا لانه ملخص لثلاث دروس مع بعضها البعض تمام ننتقل لموضوع الامثله السؤال الاول تقاس القوه الدافعه الكهربائيه بوحده ماذا الفولت ممتاز بارك الله فيك احسنت السؤال اللي بعده تقاس شده التيار الكهربائي المار في دائره كهربائيه بوحده شده التيار من الجدول احسنت الامبير ممتاز السؤال اللي بعده عندي اختار الاجابه الصحيحه عندي رسم يقيس طالب مقدار المقاومة R باستخدام دائرة كهربائية موضحة قيمة المقاومة R كم تساوي؟ عندي فرق الجهد وعندي شدة التيار وإحنا درسنا قانون أوم R تساوي V على الـ I بمعنى إيش تساوي؟ مباشرة نعوض 6 تقسيم نص يساوي كم؟ 12 إيش؟ أوم إذا الإجابة هنا بتكون إيش عندي؟ 12 أوم اللي هي الإجابة جيم ممتاز ممتاز الإجابة تكون جيم واضح؟ السؤال اللي بعده اكتب قيمة شدة التيار الكهربائي في أجهزة يعطيك صورة الجهاز وبطالب منك ايش؟ تكتب القيمة. السؤال الأول 2.5 ايش؟ أمبير الوحدات ها شباب؟ لأنه شدة التيار. السؤال اللي بعده 1000 ملي أمبير وهنا مطلوب ماذا؟ الوحدة اللي هي صفر من ملي أمبير نحولها إلى أمبير نقسم على ألف اللي هي صفر فاصل صفر ثلاثة ثمانية السؤال اللي بعده أمبير نفس الكلام هذا تناظر هذا رقمي وهذا تناظر شوف واحد واحد ونص واحد فاصل سبعة والثاني نفس الشيء خمسة عشر ستة ملي أمبير تقسمها على الألف يحولها إليك للأمبير اللي هي صفر فاصل صفر واحد ستة آخر نقطة في الدرس اليوم إن شاء الله تعالى وآخر مثال نقول أن الوحدة أوم هي فولت على أمبير فإذا كانت المقاومة مقدارها 10 أوم يكون فرق الجهد بين طرفي 10 فولت لجعل تيار شدته يد. واحد أمبير يتدفق خلالها، ما فرق الجهد الكهربائي المطلوب لجعل التيار 2 أوم يتدفق عبر نفس المقاومة؟ في القانون مباشرة v تساوي I في تساوي الأي في الأر، 2 في 10 يساوي 20 فولت، وفرق الجهد الكهربائي المطلوب v I في يساوي أي في الأر نفس القانون، 1 في 20 يساوي 20 فولت، واستخدم المعادلة أر في حساب مقاومة المصباح إذا كان فرق الجهد عندك اللي هو الفي 36 وشدة التيار اللي هي الاي A تساوي 4.5 مباشرة تطبيق في القانون R يساوي V على I 36 على 4.5 يساوي 8 أوم لازم نكتب إيش المقدار والوحدة بهذا يا شباب نكون انتهينا من المقرر لمراجعة المقرر الدراسي في مادة الفيزياء للصف التاسع اتمنى ان تكونوا حققتوا استفاده من درس اليوم و يعني اهم حاجه انكم تكونوا مركزين في كل كلمه في الكتاب المدرسي في ربط المعادلات مع بعضها البعض اختبارنا ان شاء الله تعالى الاسبوع القادم يوم الاحد اتمنى للجميع التوفيق والنجاح وحصد اكبر قدر ممكن من الدرجات والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.